وين بدي بلش؟ هلو، يعطيكم العافية. اليوم مشكلتي كبيرة بس لقيناها حل، كتر خير الله. اوكي، سو مين منكم بيجمع بزنس كاردز كتير؟ مين منكم بيروح على نتوركينج ايفنتس؟ مين منكم بيلتقى باشخاص كتيرة؟ مين منكم بلش بالكارير تبعه؟ مين منكم صار له 3-4 سنين بيجمع ببزنس كاردز قدامه مش عارف شو عم بيعمل فيهم؟ مين منكم حدا دق له، هو عم بدق لحدا قال له الو، قال له مين معي؟ هي ذاتها هذا السيناريو. بناخذ سيناريو تاني، قال له مرحبا، ايه سيرجيو كيفك؟ انا شو بكون هون حسيت؟ شو الفرق بين اول سيناريو وتاني سيناريو؟ اليوم رح نحكي عن ابلكيشن كثير بتسهلنا حياتنا، و اتس فيري سمبل، فيري بيزك، يت الاهميه تبعها كروشل ان بزنس اند ان نتوركينج اند ان بزنس كونكشنز. اليوم رح نكون عم نحكي عن ابلكيشن اسمها كام كارد. فاذا لما نفتح الابلكيشن مثل ما شايفين قدامنا الكونتاكتس شوي بلوري، نحن للفور برايفسي اكيد، رح نكون عم نفوت على الكاميرا اللي هي تحت ورح ناخذ اكزامبل مثل ما شايفين هيدا السيت. اند ذس از رامز، هلو رامز، يعطيك العافيه. سو ذس از اور بزنس كارد اللي رح نكون عم نحكي عنها اول وحده. ذس از لياس اللي هو ذا فاوندر اوف فاوندرز باي، محل ما نحن عم نصور. اخذنا صوره للبزنس كارد مثل ما شفتوا، ريفيو كارد انفورميشن، عم بيطلع عنا دغري انفورميشن. سو انا دايركتلي طلع عندي الانفورميشن اللي بدي اعملها، بعمل سيف لهذا الكونتاكت، اند ذن اف اي وونت تو شير ذس كارد اي كان شير ات. واذا انا بدي اعمل نيكست وكمل فيها عادي، اذا بدي اعمل دن انه اقدر اكون عم بعملها دغري دن، اي كان شير ات ثرو واتساب، ثرو ايميل، ثرو اس ام اس، بقدر ابعتها لحال انا شخص بدي. انا بقدر اعمل لها سيف، and then بيقدر يطلع عندي الياس معلول دغري فوق مثل ما شايفين. هون بقدر to select to save to contacts، بحط محل ما انا بدي، and then بكل طريقة تلقائية اذا يوما ما دق لي الياس معلولة رح كون بلحظة عم رد، رح كون عم بقول له هلو الياس، رح كون دغري عم بتواصل مع هذا الشخص. وكثير مهم انه هالشخص يسمع اسمه، يقول ايه تذكرني او بيعرفني او he took the time، اخذ هالأفرت انه يسجل اسمي عنده وبطريقة كتير هينة وكتير سهلة، انه اقدر انا احتفظ بهالمعلومة لإلي واقدر انا اتشاركها مع غيري بطريقة very simple very easy and very straightforward، وفيها كل الانفورميشن يلي بتكون عم تحكي عن الايميل، عن تليفون نمبر، عن كل contacts، عن كل الانفورميشن اللي محطوطين بقلب البزنس كارد. So this was CamCard for today. See you in couple of days. هالمرة رح اكون عم اسرع شوي الحلقات لإلكم. وthank you so much for watching. Please share it مع الأشخاص يلي هن بتفيدون، مع الأشخاص اللي بيشتغلوا sales, marketing, accounting، ما حيال لحدا، حيال لشخص بده يشتغل، حيال لشخص بده يفوت على قلب هذا العالم يلي كتير بيستعمل his phone، يلي كتير بيلتقى بأشخاص، ويلي في طريقة very simple انه يكون عم بحط أو هي تكون عم بتحط information تتركها عندها وتشاركها مع غيرها. Thank you so much for watching. See you next time.